السلام عليكم أستاذ علي فاضل. أنا كنت منتسب ضمن لواء أئمة البقيع. قبل تقريب حوالي 4 أيام أو 5 تركت أئمة البقيع، والسبب إجانا أمر أنه نروح نعالج على جبال حمرين. انطلقنا هناك، إجانا موقع إحداثيات لازم تنظروا في هاي الإحداثيات، وإحدى الإحداثيات هي نقطة تابعة للجيش. أنا جيت ناديت على حجي، سعد شخصيا بالجهاز، ناديت عليه قلت له حجي انه هذا نقطة تابعة للجيش. قال ظروفها ما لك علاقة، لا تدخلون بهاي المعلومات. المهم انا عصيت الاوامر ما تقول، رحت على احداثي لقيتها نقطة للجيش، سلمت عليهم، شربت شايهم، حاكيتهم حاكيت الولد، قلت لهم انا منسحب، راح انسحب للفيلق. انسحبت قبل انه طلعت، قبل ما رجعت للفيلق، انه بعد هاي هي عرفت انه مصيري ما دام ما ضربت هاي مصير الموت، عرفت انه مصير الموت. قبل حوالي 4 أيام هي هاي النقطة مال الجيش اللي ضربت، هم لواء أمة البقيع اللي ضربها. أنا مش شلون يثبتون حال، أنا مو يثبتون نقاط وياهم، أنا مو يقولون الجيش غير قادر وإنه فلول داعش موجودة وهذا الحكي الخريطي. قبل فترة بيوم 10 من محرم الانتحار اللي فجر نفسه، سبب قصة الانتحار اللي فجر نفسه، هذا الانتحار نفسيته إنه لقيناه جوا جسر الهارونية اللي موجود بديالة، اللي موجود بالمقدادية، جسر الهارونية، منطقة الهارونية. هذا الشخص يبيع بنزين عنده لحية، يعني شخص شوية مختل عقليا. كبوا أخذوه لبسوه ملابس، واللي أنا أخذته بإيدي لبسناه ملابس، دبيناه ورا السيطرة مال الإمام ميس مال مياح اللي هي مال تقفيص هسه جايك بيها بالحكي، اللي مال الإمام ميس دبيناه هناك بإيده سلاح. بعد هو كان نايم، طيناه حبوب منومة، قعد يعني اعطيناه حبوب منومه الصبح، هو تلقائيا يعني الحبوب المنومه عندنا شخص يفتهم بيها، يبلع يعني مثل ما تقول خبره، قال هذا راح يقعد وجه المغرب. يعني وين ما قعد وجه المغرب بين بعد هو انه عنده شخص موجود قاعد يمشي بالليل، فصار علي اطلاق نار كثيف على اساس انه شخص من داعش. فجروه، يعني احنا لبسنا الحزام، هم سووا له الحزام. خبير المتفجرات بلواء أمة البقيع هو شخص اسمه يوسف ابو علي، يعني المرافق الشخصي لسعد قيس التميمي. هاي قصة المخبل اللي الانتحاري اللي اساس يعني جاي يفجر نفسه على الزوار بيوم 10 من محرم، هذا اللي ظلوا يفترون به اكثر من 4 ساعات او 5. تجيك قصة تثبيت الحقوق مالتهم ودعم النواب لهم، شكوا نائب يجي يدخل اللواء عنده مشكلة وياهم، يعني ما مبتزينه، اخرهم اكو نائبة ظلت تدافع عليهم، مطتهم فلوس وما اعرف شنو. ترى هاي النائبة مغرر بيها، ومخطوف اخوها موجود باللواء وجبروها سوى هذا الشيء، جبروها انه سوى هذا الشيء. وهاي النائبة دفعت 50، يعني الفلوس اللي طلبوها من عندها دفعت للواء 50,000 50,000 لكل مقاتل. يعني انت عقلها استاذ علي انه وين اكو واحد يدفع ل 3000 شخص 50,000، يعني 3000 شخص على 50,000، احسب المبلغ ايش قد راح يصير. يعني هاي مليارديرة هي نائبة وعلى حزب من الأحزاب اللي كانت موجودة. عندك القضية الثالثة، موجودين 3 أشخاص مختلين عقليا جبناهم من بغداد، لحد تأجلت العملية مالتهم على مود لأن واحد من عندهم ما عنده لحية كبيرة، على مود يصير شكله شكل داعش، على مود شنو، على مود يصير شكله شكل داعش ويدخلونهم على قطاعاتهم ويفجرونهم، وعلى اساس انه داعش هجم عليهم. يعني هذول 3 اشخاص موجودين بالعمليات داخل مقر اللواء، داخل مقر عمليات دياله، مقر لواء أمة البقيع. ايش عندك بعد يعني استاذ علي؟ عندك بعد قصة السيطرة اللي ذكرتها، هي سيطرة مياح، ما تمركز الفوج الاول والفوج الثاني لواء أمة البقيع. هاي السيطرة موجودة بعلم سيد طالب اللي هو قائد محور عمليات ديالة، وبعلم قائد عمليات ديالة، وبعلم قائد الفرقة الأولى، وبعلم الأمن الوطني، وبعلم كل الأجهزة الأمنية لديالة، يعني الموجودة بديالة. هاي السيطرة، السيارة الصغيرة تعتبر منها 25,000، السيارة الحمل الصغيرة 50,000، البرات 75، التريلا 75 ياخذون منها. هاي يوم يعني كل عبرة، كل سيارة تعبر، يعني انت تتخيل مبلغ الحجم المالي اللي يوصل من اثر هاي السيطرة. كنت انا المسؤول عن نقل الاموال منها واليها، يعني كنت باليوم الواحد انقل ما يقارب 70 مليون الى 80 مليون، ومرات يعبر هذا المبلغ يعبر. نجي على الاجتماع اللي صار قبل
4 أيام قبل تقريب 7 أيام صادف يوم 2/9 اللي موجود به شيخ وائل الشمري قائد قوات النخبة القتالية، اللي موجود به قائد لواء التحدي هم حشد وزارة الدفاع، موجود به سعد طيس، سعد الشمري، سيد بشير وأحمد علي. أحمد علي كنعان اللي هو من طرف الأستاذ القائد المجاهد اللي يفرك بخشمه دائما المالكي. استلموا ب 2 مليار دينار عراقي داخل لواء أمة البقيع، وشكلوا انه على اساس شكلوا تشكيل على اساس تشكيلات جديده. تشكيلات جديده محورها وين؟ محورها اول شيء النخيب، قاطع النخيب وقاطع دياله وقاطع الفلوجه، بين الفلوجه بين يعني بين الرمادي لبين بغداد الفلوجه طريق سبع البور القديم. تشكلت هاي الوحدات، تشكل يعني راح تشكل هاي الوحدات بوجود 400 شخص كانوا موجودين باللواء، ودزيت لك الفيديو مالتهم شلون موجودين هم باللواء، دزيت لك الفيديو مالتهم. هم هسه حين ما انفتح المنفذ، المنفذ اللي موجود بدياله حين ما انفتح، اذا تلاحظ بالصور بدخول الزوار يعني ولا شرطي ولا شخص موجود، يعني يحق لك العبور ويحق لك الدخول. سيد بشير اللي هو المتصل بين يعني بين العراق وبين ايران، ما تعرفه شخص ايراني عراقي ما تعرفه، انه سيد بشير هو اللي سمح لهاي 400 شخص دخلوا الايران. هم هسه بايران وبعد شهر من خلال دورتهم راح يتخرجون من ايران. بدر قبل فترة صار عليهم تعرض، ترى التعرض اقدم لكم حسن مهدوي، التعرض اللي صار على لواء 24 قبل فترة بديالة، القائد مالته حسن مهدوي، احمد مهدوي، يوسف ابو علي، احمد ميدو على ما اعتقد، احمد وبعض اعضاء هواي، هم ذول اللي سووا التعرض على بدر على ما يثبتون نقطه خاصه بلواء مثل البقيع بصف بدر على مود ياخذون غاز من المقلع. عندك حجه حميد طعيس وحجه هان طعيس وسعد طعيس، ذول اللي موجودين ياخذون خاوات. شلون ياخذون خاوات؟ مثلا انت تاجر وين بدياله بالهارونية او غير مكان، جابوا نقطة حطوها يمك تابع اللواء، هاي النقطة لين ما نهار ترمي تشوف البزون ترمي عليها، يجونك هم يقولوا لك عمي ها سعد الشمري هيك ابتزازة، يروح لسعد الشمري عمي نوخر عنك هاي النقطة، قال لي وخرها، قال اعطينا 5 شدات. ابسط شيء حج جمال وبالطحين اللي بالهارونية خلي نكرون هذا الشيء. عندك نرجع لمن السالفة، أحمد علي كنعان اللي هو يعني وي المالكي مقرب جدا للمالك، وسيارات المالك معروفة، وموجود تصوير الكاميرات شلون قاعد تدخل الفيلق شلون قاعد تدخل اللواء. عندك بعد شنو سوري فنكلهن على قولتهم. نرجع للماضي الجميل، سنة 2020 شهر الرابع 26/4 استشهدوا 2 من لواء 24 بدر الحشد الشعبي. شلون استشهدوا؟ تعرض بالليل تسلل، لا بالله العظيم. مقر الفوج الثاني قريب عليهم، من خلال السطح اكو شخص مع علي احمد، هذا علي احمد طقاهم بالقناص اثنيناتهم قتلهم على شنو ما انشال بال 2020، هاي قاعد شايف بال 2020 ما انشال قاطع لواء امة البقيع بامر منه وامر الحاج سعد طيس التميمي.